وبداية فيديو جديد وتحدي جديد. طبعا زي ما انتم شايفين المحشي والفراخ، وهنشوف مين اللي هيخلص الاول. والمحشي حراق جدا جدا جدا. متحمسين؟ انا متحمسه عشان انا بحب الشطه. يا جماعه قبل اي حاجه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت وتدعمونا يا ريت بقى، عشان ايه نطلع لكم كل يوم. احنا اهم حاجه الدعم فعلا، فلو دعمتونا بجد بجد، انتوا لو ساعدتونا باللايك والكومنت وكده والله بجد هنطلع كل يوم افكار جديده وتحديات ومقالب. استنى المقالب، استنى. فيلا نبدا بقى التحدي، ويا جماعه انا اللي هكسب وانا واثقه. مش جعانه قوي، انا عطشان قوي الصراحه، انا عطشان بس. انا جعانه محشي. يلا 1 2 3. بس انت مش قادر تجعي. حرق حرق حرق. فما شدي انا اختصر على حبة محشي. لا انت مش قادر تعرف تحب منك. انتي عمالة تتكلمي تتكلمي كده. التحدي برضه نسيتيه، اوعي تنسي. الاكل حسيت ايه؟ مش عارفه ابلع. انت مش حاسه بحرقان؟ لا تمام. ازاي؟ انا يا دوبك بس طبيت البيت. ده تحدي. انا جمعت مش قادرة. انا قد التحدي وهكسبها. اهلا وسهلا. لو استسلمت يا هي ممكن تستسلم. أنا مش بتاعتي الكلام ده.
ربنا. سمتي لا سمي لا انت بتكلمي كتير قولي انا غير عامل ساعه. طب انا ازاي انا باكل بسرعه بس مش اسرع مني انت تاكلي بسرعه. هل تبقى لك تحدي؟ هطلع على طول. اصبر 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 بقى يا مريم بالظبط. خايف تتعب ايه ايه مش عارفه انت خلص مالك انت عارفه كلها تبعت حد في نص فرخه مش قادر يعني في قلبي المحشي تقيل وحلقت يعني انا ممكن انسحب بس بفكر لو انسحبنا مش عقاب ليا مش لا لا طبعا لا ولا انت قلتي ماشي بكلمه قليله لا مش عقاب ليا يا جماعه وكده نكون مش نايله الفيديو وهكذا هكمل عشان مش حاجات بسيطه وهعاقبها وعقابي هيكون تقيل مش هنزل العقاب انا بكون بصراحه مش فاهمه في ايه ماشي مش عايزه اخلص يا بطني مش عايزه تقولها قولي يا جماعه اتكلم معنا شوية تعالي كله ميجا بس هاكل كله كله مش عارف بس بطولك تعالي مش ننسحكي تعالي يا ماما كملي يا ماما عقلي ما نعودي يلا تعالي مش قادرة انسحبي خدي بالك ده جبت اخري مش هنسحب عشان انا قد التحدي بس انا مش قادره مش قادره ومش عايزه انسحب هما جماعه انتوا مش متخيلين نفسي نفسي مش قادره نفسي بيروح انا لقيت كام صباع صباع واحد اتنين تلاته اربعه خمسه عادي كده بجد ما باكلش ناس لا ماشي كتير قوي يعني بس مش ماشي بس ممكن اكل ديت هو بيبقى قال يعني ما لازم صحي حد انا خايفه على مصلحتك بعد لا تعالي انا قد اي حاجه وقد اي 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 حاجه انا قد الفريق بس ماشي لا بصي انا مش فاهمه لا قاعده ما بلاش خمم انا مش بفهم ما بلاش خمم يا جماعه والله العظيم قاعده تمسحلي المشكلة زوري مش مستقبل الكمية يعني تيجي شبه يا زوزو هروح اخسر وشي وهي مش قادرة عشان عايزة ارجع والله مش دعوة طب ديها وهي ديها وهي كملي والله هخسر وشي وهي مش قادرة اتكلمي انت طيب قولي ماشي قولي مالكيش دعوة كلمي ديها وهي هخسر وشي انا مش قادرة اكمل الفيديو يا جماعة هي تعبت مش قادرة أنا شكلي اللي هكسب مش رامع يا جماعه تنسحبي لا خلاص كملي وشوف داي وشوف داي انا عرفت خلاص ولك يعني ماشي سيبك خلاص ماشي مش كتير طبعا انا سيبك وسيبك بس ماشي كده في احساس تعرفوا احساس ان انتوا عايزين تاكلوا بس مش قادرين
اخويا يا جماعه عشان ناكل بايدينا عشان المحشي اصلا حلاوته كده بالسكر يا جماعه اكيد انتوا عارفين يعني اصلا مش بحب المحشي قوي قولي كده برضه انا ليه انا مش قادره مع اني كنت جعانه قوي اهم حاجه ظبطت ايه عايزه اروح على قد بوكي قولي ليه بس حط الفرخة مظبوط بدها تطلع فاضية أنا كنت فاكرة إن أنا هقدر أكمل بس لا أنا مش قادرة أنا هنسحب لا بجد هنسحب مش قادرة يا جماعة أنا باكل وحاسة إن أنا خلاص بطني بتقول لي متاكلش تاني أنا لازم أنسحب يا جماعة مش قادرة هو أنا أكلت ورك وكلت نص طبق يعتبر بصوا يا جماعة هنشيل الأكل نرجع نرجع لكم تاني بالعقاب عشان الطبقة دي بتعصب أنا اللي هرجع لكم بالعقاب واستنونا هعاقبها بصوا يا شاد دلوقتي بتجيب لي العقاب وأنا بقى إيه خايفة انا خايفة جدا بصوا يا جماعة فكروا في مقلب كده اعمله في شهد لان انا نفسي اعمل مقلب فيها زي ما هي عملت مقلب فيا في الاول مقلب الاستفزاز فشوفوا لي مقلب كده وانا هعمله لكم فانا خايفة جدا العقاب بصوا العقاب يا جماعة كلكم اتفاجئتوا انا عارفة معلقتين خل كبيره وقدام عيني عشان انا قلت لك يا ملك سامحيني المره اللي فاتت سامحتنيش وما صعبتش عليها فمش هتصعبي عليا وديت كده على حاجه ده لسه في عقبات جايه انا احذري مني انا خايفه انا ما بحبش الخل ده ابدا انا ممكن خليك تشربي كل ده بس عشان بحبك شويه خليك تشربي معلقتين خدي ولا تطفي بقى ولا فاهمة مش هتصعبي عليا تعالي انا عندي معلقة خل كبيرة واحد هو الخل ده مضر للصحة هبقى بس فرحانة كده واحد اثنين ثلاثة يا فرحة عمري لو طفيتي انا بكمل انبساطي ايه في الفيديو في مش قادر لا ما تقفليش ما تقفليش اتفرجوا عليها كده وهي بتموت افرحوا زي افرحوا ما صعبتش عليا 1% حتى مش قادرة وفي معلقة تانية؟ قلت معلقتين اكفيني انك هتعيط يا لهو على الفرحة اللي انا فيها لا انت عايزة؟ ماشي من العقوب مش انت مش هتسامحيني مش هسامحك بعد كده الجاي الجاي والله يا جماعة قسم بالله دوت خل عشان ربنا خل مية ويقول انا عارفة تعالي ربنا بجد طعمه تاني معلقة يا جماعة تاني معلقة بجد طعمه انا مش عارفة مش شايفينه ولا لا بس طعمه انا يعني اشربي بقى يلا طعمه وحش قوي قوي انا ما بحبوش في الاكل انا بشربه عشان هي بس ما تفتكرنيش ان انا بعيط وكده يلا لا انت عيطتي ودوت كفين انك عيطتي واحد اثنين ثلاثة واحد الله يا حبيبتي سيبتي عليا Thank you.
يا لهوي يا جماعة، صعبان عليا قوي بجد بجد، صعبان عليا. وريني عيطي عيطي عشان تصعبي عليا، قربي كده وريهم عينيكي. بتعيط يا جماعة، تعيشي وتاخدي غيرها. ده تعب وأعرف من اللي مني. هي يا جماعة عجبتني وقعدت أقول لها يا ملك سامحيني. عارفين عارفين الإحساس اللي هو ده؟ هو أنا. فخلاص بس. على فكرة أنا حاسة إن أنا عايزة أعجبها تاني. أنا متخيل إن هو خلي بس لا لا لا. بس ودي نهاية الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك. وشجعونا يا جماعة عشان نطلع أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. ما تنسوش تفعلوا بس عشان أي فيديو. واكتبوا لنا مقالب تحت عشان أعملها فيها. هخليها تعيط المرة الجاية. نترامي مين دي اللي تعيط؟ انت ما بعيطش، انا بدمع بس. بس دي نهاية الفيديو، نشوفكم الفيديو الجاي.